شويه شويه العجينه. وشلون؟ نسوي حشوة البورق. احنا نحتاج لحم مثروم مال بقر. هنا الطاوة عندنا حارة ونضيفها. وهسه نبلش نكسر بيها. هسه نخليها ما نحركها شوية بس يذب بالماء ونبلش نقرمها. هنا من صار عندنا لونها بهذا الشكل شو نسوي؟ نجيب هنا المعدنوس مالتنا ونضيفه فوقها. طبعا نكثر المعدنوس دائما بالبورق، اوكي؟ لان احنا ما حاطين بصل. وهسه اطفي النار عليه. وش اسوي؟ نضيف البهارات اخير شيء. عندي هنا شويه رشه ملح وشويه كاري عندي اضيف له وبالاضافه للفلفل الاسود. شوف شلون؟ خلصت الحشوه وريحتها كلش طيبه ايش قد ما تصير. عباسه نجيب مصفي ونجيب هنا اللحم مالتنا نخليه حتى يصفي الدهن مالته ونخليه شويه يبرد. هسه راح نجي على عجينه البورك، كلش سهله وبسيطه. نحتاج مننا بهذا الجلاس قصت به 4 طحين. نجيب هنا الملح، تمام؟ اها رشه مال الملح. نحتاج مي بنفس الجلاس، راح احط لكم مي حتى تعرفون ايش قد. نخليه هنا فوق. هسه حاليا جلاس واحد. راح افره اول شيء بهاي الماكينه العجانه اللي عندي. شوفوا شلون. شلون نعرفها كملت؟ لما تشوفوها ما تلزق بيديكم وشوفوا شلون تخبل العجينه. عندي صينيه، اي صينيه مال فرن موجوده عندكم. نجيب شويه زيت ندير هنا. هذا الزيت كلش مهم الها، تمام؟ هسه من حطينا الزيت هنا راح نبلش نسوي الصينيه، نفتحها كلها بالزيت. وهاي اسويها بهذا الشكل، شوفوا شلون؟ هاي باعوا عيني. خلينا اول عجينه هنا. وهاي الثانيه مالتنا صارت جاهزه. هسه شو نسوي؟ حركة جدا جدا مهمة، نجيب هنا الزيت ونخلي رشة، نخلينا عليها الرشة. هسه تقول ها وايد زيت غرقت بالزيت، لا هو هذا البورق هيك اساس. هيك سنايلون عندكم تغطوها حتى شنو العجينة ما تصير يابسة من فوق يضربها الهواء. يعني 20 دقيقة 10 دقائق بس شوية ترتاح احتاجها. هسه اصدقائنا العجينة مالتنا صارت جاهزة، شوفوا شلون صارت بالضبط كأنه يعني مرتاحة، خلينا نقول العجينة مرتاحة مالتنا، تمام؟ تعالوا هسه نسوي، هسه اول شغله هاي الخطوه تشوف ما تحتاجوها راح تنزعوها لازم. ثاني شغله تجيبون زيت وعندكم طاوله هنا نظيفه لازم، زين عيني؟ نجيب هنا نخلي شويه زيت وهسه نسوي كلها بالزيت لازم. نجيب العجينه مالتنا، تمام عيني؟ نسويها بهذا الشكل. هيش عليك شوية شوية العجينة. شوف شلون؟ نقص الأطراف مالتها الثخينة اللي ما نحتاجها، تمام؟ عشان مالتنا خلينا شوية، خلينا هم شوية. الورق مالتنا انا صارت، وشوفوا شلون اويل يا بذهب ذهب هاي. انا انبوق مالتنا صدق اويل يا ويا صوص مال لبن مصفى خرافي. تحياتي لكم، شوف سان اويلي باي.